عندنا بقى هريسه. هريسه بتمشي معانا مع حاجتين، بتمشي حادق وحلو، حادق وحلو، بس دي هنعملها ان شاء الله حلو. عندي كده مكسرات، سومولينا، سكر، اديها بقى شوية لوز كمان عشان ادعمها كده. ده الحشو بتاعي، اديها شوية جوز الهند، ليفز، ده عسل كلوكوز. مية صغيرة او ماء الزهر عشان ايه ده يتكلكع معايا شوية. احنا خلاص عملنا الحشو، السيرب ده بتحط مية وسكر وليمون على النار، مية قد السكر وليمون على النار. نقول بقى مع بعض، ادي نص كيلو دقيق سومولينا اهو، ربع كيلو سكر، عسل الجلوكوز برضو 20 جرام، كم عسل الجلوكوز 50 جرام، ما عدتش بشوف اخويا، اور عينك قد كده في النضارة. بعد كده عندي هنا دقيق، عندي جوز الهند، عندي لبن، خلاص كده المعلقة خلصت، عندي سمنة، ما دي قدام حضراتكم على الشاشة اهي، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ندور.